السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم راح نجرب مطعم لكن فكرة مختلفة جدا، يعني مو زي المطاعم العادية. مطعم اليوم راح يكون مطعم جيمينج، ومعي محمد أودن مشهور بأودن، يعني خلاص ما احتاج. اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. اخبارك طيب؟ حبيبي والله، ترى مجنون نقد وحنكة وتقييمات، لن اجامل حتى في الاكل، في كل شيء مجنون. الله يستر. مع ان المطعم يعني مو باعلان ولا شيء، بس كذا نجرب، وحتى لو ما عجبنا شيء بنكون ما عجبنا. يب، بنكون صريحين، ترى دافعين الفاتورة، دافعين كل شيء. والمطعم والفاتورة هذا يعني بالسيارة، لكن هالمرة جينا للمطعم ان شاء الله الاضاءة كويسة وكل شيء كويس، وان شاء الله التصوير كويس، وهالمرة جبنا مايك لكم، اشتكيتوا من مرة اللي راحت بالمايك. ف بسم الله، اليوم تجربة جديدة من داخل المطعم، يعني الاكل حار وجاهز. ليتس جو. هذا اسمه سيركل الدائرة، اللي هو الدجاج، الدائرة الدائرة اللي في اليد. طبعا كنترولر عندك، هذا المنيو كله كنترولر، حتى في في صوص تصدق. هذه الأولى، البرجر اللحم بالله شيكولي. هذه المثلث اللي هو اللحم، زين، اللي أنا مرة باني آمال كبير عليها. الثانية اللي هو الدائرة، ترى تلاحظون شعار الدائرة، هذه هي الدجاج بالله شيكولي. ترى المطعم عبارة عن جيمينج، شغل جيمينج. حتى أصلاً ديكور المطعم أركيد وألعاب وحماس، شيء جامد يعني، ما شاء الله شغالين على الديكور بشكل جامد. ان شاء الله ان الاكل جامد. ما تشوف الصوصات؟ شيك على الالوان. وارتو، ارتو انت؟ ارتو ايه؟ احس التو جامد. لا لا، ارتو حق تركيب فينش شوت. اوكي، في فيفا. صوصات طبعا في اربع صوصات، ار1 ار2 ال1 ال2. حلو، ابوي يحطون خمس نزنقهم. انا قلت له اعطي اي اثنين، اعطاني ار2 ال1. يقول إن شاء الله افضل بيست سيلر، يعني افضل مبيعا. ان شاء الله انه يكون كويس ان شاء الله. راح نقيم. بسم الله، برد الاكل وانه قاعد يسولف. دقيقه، شو شكل الحق؟ هذا نفس اللي في الصوص هذا، صح؟ هذا يقول هذا رانش الظاهر. والله لذيذ، يمكن اللي تحت يكون كويس. والله لذيذ، حبيت ميكس البصل مع ال... والله لذيذ هذا البتاع، والله لذيذ. البيكن، ايوه البيكن، خلينا نذكرته، والله لذيذ مره. انا ماكلين قبل، بس تجهيزات كان مسوي يوتيوبر، بحثنا يوتيوبر، جايبنا جوعانين. مشكلة الاستعداد هو اللي قاعد زي اللي مو بنا. طيب اصبر، خلينا نقيم الصوص. خلنا ناخذ واحدة كذا ناشفة. والله لذيذ. خلنا نجرب ذا الرانش. هذا صادق رانش. الرانش والله مع ماربل، اسمه الصوص سويت كذا. ايوه، صدق فيه في حلا. جرب ذا الصوص الثاني، هذا ايش؟ هذا ار2؟ لا، هذا ار2، هذا ال1. اي هذا ال1. اوكي، قيم حقي. صدقني راح ابكيك. وجه الكرة تغير. الله يستر. ما عرفت وش الطعم. يبغالي اجرب هذا. احس ان هذا افضل، ما ادري ليش. هذا حلو. حرام عليك. عجزت تعرف الطعم. اي اكيد، هو الصوص لازم يكون شيء سبيشال، مو لازم تعرفه. مو ولا شيء واضح، وش ذا؟ جرب مره ثانيه. شوف انا بجربه مع الصوصات، مع كل شيء، مكس الدنيا. العب. والله افضل شيء هذا بالنسبه لي. جرب كذا. والله مره لذيذ. بغالي اغرف. اتوقع هو نفس اللي يحطونه مع البطاطس، صح؟ لا مو بنفسه. شيء كذا ثاني. توني ذوقه. توني ذوقه. تستوعبه. يا اخي في طعم كنا شطه. لا تمثيل شاطر كذا، بس انه مو بحار، ما كذا حرارة خفيفة مرة. ممكن قصدك في حموضة الشطة. الآن الأخير الرياض كلها مطاعم البرجر كلها نفس الطعم، صح؟ لاحظ أنت؟ ايه. هذا أحسن غير. والله قصدك الصوصات يعني. كل شيء نفس الطعم، صار نفس المطاعم. البرجر اللحم كله نفس الشيء. إلا من رحم ربي. بالضبط، فاليوم وراها حمل ثقيل. أنا بخش على اللحم، تبي تخش معي؟ شوف كمنظر، واضح إنه دمار. بسم الله. بسم الله. واضح إنه خفيف يا عيال، خبز حقه لين مرة. وش ذا؟ وش ذا اللحم؟ وش ذا صدق؟ يا عيال والله ما دفعوا لنا ولا ريال، والله محاسبين. وش ذا المطعم؟ ما طلعت الا الله يرحم والديك. والله طعم اللحم غريب حلو، ما ادري مع بيكن. مع بيكن، ترى البيكن معطيه طعم الشوي. بالضبط، طعم شوي. هذا مع كاتشب. يبغالي اخلصها عشان اعطيك تقييم كامل. هذه مع كاتشب تصير قنبله، على فكره انا اموت في الكاتشب. انا ودي احط كاتشب على سليمان. اسمه سليمان بس يلا. اسمه سليمان؟ من اسمه سليمان؟ دخل سلم سليمان ولا يا عيال؟ البرجر من شدة روعة البرجر. من شدة روعة البرجر. أوه. تغير وجهه بالله. يسمع بالله، تكفون يا عيال، اكتبوا في الكومنتات تحسبون اسمه سليمان صح؟ عرفت اللي بخلي نفسي صح؟ توني مغير اسم قناتي قريب، خليها سلمان بيسلم عشان يعرفون اسمي. معناته اني ما تابعوا القناة صح؟ مرة فعلا. الموضوع علي يا عيال. كل مكان حطيت اسمي سلمان، اقسم بالله اسمي سلمان يا شباب. الكل لذيذ. عرفت بهذا الموضوع، الكل لذيذ. استمر بارك الله فيك. حبيبي. استمر والله يعطيكم العافية. خلنا نجرب طيب مع الشطة، على قولتك شوية شطة، معنا مو بشوية، هذه مرة كثير. وسوس فين والله، كنا شطة. اسم لا في طعم شطة، ما في حرارة شطة، بس عرفت حموضة وملوحة الشطة. بالضبط بالضبط، حرارة ما في. أتوقع إنهم حاطين ملح وفل، ملح وليمون، شارين شطة بدون حرارة. بالضبط، لا أو إنهم عبينا ملح وليمون، بس كمجمل البرجر الحالة كذا لا تحط ولا شيء، اشتروا كذا. الصوصات اللي فيها خفيفة كذا، بيكن
طبقة لحم لطيف، الخبز حتى خفيف مرة. أنا شكل بطاطس جاهز لك. ما كل شيء جاهز لي. أحبط الصراحة. المشكلة عندهم برجر دجاج واحدة، فهذه تحكم على كل أنواع البرجر. على فكرة ترى متابعيني دائما يعرفوني أنا ضد الدجاج، أنا مؤمن. أنا أحب اللحم أكثر صراحة. أيوة برافو عليك. اللحم أوكي. فالدجاج عن قرط بحط واحد بس. مع إني كنت أحاول أقنع إني أطلب كلها لحم. كنت أبغى ثنتين لحم. بس لازم نقيم مطعم صح. لعل الدجاج ترد علي، خلينا نشوف الدجاج. يلا بسم الله. عاد تدري ايش اشكالي الوحيد مع الدجاج؟ اللي هو الفوق هذا الملفوف، اتوقع سول الكول سلو. ما تحبه؟ اي انا اكره الحالي، انا جايك اكل برجر حاليه، شلون حالي؟ انت ما قد ذقت مع عسل كذا صح؟ لا لا لا، والله طحين فيها اللحم مع عسل، ما جربت. لحم مع عسل والدجاج مع عسل. المطعم اللي نزلها لنا مقطع اقسم بالله الدجاج حقته كانت شو لطيف. اسطوريه. اسطوريه. ومع عسل. مع عسل. العسل ما ياكل عسل. شكريه صح؟ شو القرمة شو؟ اسمع اسمع اسمع. وش قاعد أكل أنا؟ دجاج صدرك. والله وش قاعد؟ وش ذا؟ والله حلوة. الصدر حلوة. حاط صدر دجاج كامل. كذا الدجاجة. برصد. برافو عليك. بالضبط. والله يا عيال خبز خبز مع برصد. اختصرتها. الدجاج نفس الدجاج برصد بس لذيذ 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 مرة. لا حلو مرة. والله الدجاج فاجأني. عموما يا إخوان أبغاكم تركزون معي عن حجم الدجاجة. حجم الدجاجة راهية. أفضل تشبيه قلته والله. بروستد ترى هذه مدحة مش نقدة، برجراتهم ما تحتاج رصاص، اشوف وزنيتهم مره حلوه. وزنيتهم رصاص اقسم بالله حلوه. ما انا شريناها لازم نحلل شوي بس عذرا ايش المفروض ينفع مع الدجاج؟ هذه صدمه. لا والله كويس هذا الصوص مع الدجاج حلو، المفروض ان يحطونه اصلا هم من نفسهم. الصوص اللي جوا قليل يعني ما كثير. تونا قايلين وزنيتهم كويسه. بدايه اول لقمه صح يكون فيه والعكس. اشوف حجم الدجاجه ما شاء الله يحتاج زياده صوت صح. الدجاجه ترى مره كبيره. الدجاجه اكبر من الخبزه. انا مصدوم من الملفوف حقهم، احس انه حالي زي باقي المطاعم صح. ما هو خفيف بالضبط. انا الملفوف اكله لو تقول لي احط ولا ما احط اقول لك لا تحط. برافو عليك. البرجر اللحم والدجاج فريده من نوعها، يعني صدق طعمها مش زي باقي المطاعم. ارجع لها ما عندي يعني صدق ممكن تجيني يوم من الايام مسكه اني ابغى اكل اللحم والدجاج حقهم، بس البطاطس ما اشوفها بنفس المستوى. البطاطس ما اشوفها مره عادي، في شيء سبيشال نفس اللحم والدجاج. البطاطس اول لقمه فوق كانت كويسه يعني كتركيبه وكذا، تحت نفس التركيبه اللي فوق ما في شيء. اوكي فاضي مره. ايه بطاطس جبن البيكن كان فوق طبق خلصناها يعني البيكن ما في بيكن، يعني البيكن هو اللي نجحها مثل ما نجح اللحم. ايوه بالضبط. السر في البيكن، السر في الخلطه كامله. لو نقص شيء منها خلاص كلنا بارد بعد. تخيل يب كلنا صح صح اتفق معك. ممكن ترى البارد ظلمه بس كتقييم لحم والدجاج شوفوا نفس المستوى. انا صدمت والله اول مره اشوف لحم دجاج يتنافس مع لحم. لحم اقسم بالله طعم غريب. يب ما اذكرني قد كلت نفس الطعم بالضبط. اخوان والله مطاعم برجر اللحم كلها نفس الشيء. هذا قدر يطلع فكره هو موضوع البيكن اللي طعم شوي شوي. برجر اللحم بعطيه 8.5 من 10. طيب الدجاج بعطيه 7.5 من 10. الفرايز بتنصدم بعطيه 4 من 10. طيب انا الفرايز 5 اوكي. البرجر اللحم اعطيه 8 والدجاج اعطيه 7، يعني تقريبا متقاربين في التقييم. متقاربين انت فرق نص بس. إيه نص نص نص. لو بجي مره ثانيه باخذ اللحم من الاخر. بس لا يمنع انك تاخذ الدجاج. ايه كتجربه كذا. صدق لو مسكت معي دجاج ممكن يكون اول مطعم يجي في بالي هذا. اسم المطعم يا شباب استم STUN فلاش، هذا حق كرف ديوتي. ترى اول ما سمعت استغربت قلت ليش استن، بعدين اكتشفت انه حق جيمنج. يعني الصوصات R1 R2 L1 L2 الاسماء الوجبات مربع دائره مثلث شيء زي كذا. تقييم قبل شوي قبل ما عرفتنا بالاسعار ان دافعين بس ما ندري كم بالضبط هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. ممكن تغير وجهه نظري اذا كان غالي. ترى انقل المثلث صح؟ اي مثلث كان اللحم. دائما اللحم بيكون اغلى ترى. ايش الاغلى؟ كم تتوقع السعر؟ البرجر اللحم. برجر اللحم ادفع عليها 26. طيب والدجاج؟ مع انها ترى 26 تعتبر نوعا ما غاليه، يعني تذكرت مطاعم هذه قبل شوي كانت دبل صح؟ اي دبل. اللحم دبل. بتكون 26 معقوله اذا كان مطعم مكانه وموقع 26 معقوله. الدجاج الدجاج بدفع 22 23. اللحم 32. يا ساتر والله غالي. هو غالي. الدجاج 26 بس الدجاج يعني لو تروح مطاعم ثانيه دجاج يحط لك دجاجه كذا صغيره في نص خبز كبير صح، بس هذا حاطك كذا كنا برصد فمغطي الخبز كامل. هذا الميزه. والفرايز الفرايز عطنا سعرك. الفرايز مع احترامي ما ادفع عليه الا 16 17. هو 20 20. ايه يعني لو تحسب حسابي انك تطلب 2 برجر يا برجر بطاطس اشوف اسعاره معقوله صراحه على السوق وعلى موقع ترى. يعطيكم العافيه وروح على شيء ثاني. طيب الحين رجعنا لكم. ندرب. شوف انت واضح انك يبغى لك قهوه فجبنا قهوه. ايوه بالضبط. في 60 كولومبيه في قلبك. شوف انا جربت بسكت على رايي، بشوف رايك ثم نبرد. انا رايي ان كوكب السياره. ترى انا مجنون قهوه فبعطي تقييم ناقد ومحلل. انا كشف عني. اخي عيال 10 من 10. لا صدق بالله اشربها. انت شكلك ما تحب الفاكهه صح؟ هذه مره حامضه. مره حامضه. ايه مره 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 مره, مرة, مرة. يعني تلف في الطعم. يب الكولومبيه انا خبرها تكون موزونه، في حموضه لكن موزونه. هذه رص ليمون
ماسك لي مو قهوه. بسم الله والله حموضتها قويه حرقان واضح. هذه انا متاكد بعد ساعه ساعتين حرق راح تنفث لهب. ايوه المعده بتصيح ولولولو كذا انت تخش في العميق على طول. شيك شيك هذه فطيره تفاح والله شكلها دسم جميل في نفس الوقت. احس ان السكر بيفقع راسي. خذ قضمة انت جرب ابدا من عندك. بسم الله. طب تجي حبتين على فكره فطيره تفاح هذه ولا نلعب علينا؟ مو فطيره تفاح صدق وش ذا اللي تحت ما ادري وش صراحه. شو مقيم شيء من اسمه؟ شو بيعطيك اسمه؟ اللي تحت ما ادري شو الطبقه كيف؟ طبقة كذا ما ادري وش الشوكولاتة اللي حاطينها مرة لذيذة. مرة لذيذة والله مرة لذيذة. حتى القرمشة حقت نفس العجين اللي فوق هذا حلوة مرة ذي. طبعا عشان اوضح لكم قالوا لنا بس سيلر عندنا ترميسو. قلنا طيب نبغى شيء ثاني كذا عن قولة ترميسو بس. جت قالت خذوا ذي على ذوقي البنت اللي هو الكاشيرة. انا ما اتوقع الترميسو بتكون احلى من ذي. اقسم بالله لذيذ لذيذة مرة لذيذ. القهوة بس لو انها مرة بس تكسر الحلى تكون شيء اسطوري. القهوه مره حامضه. اذا رحتوا لا تاخذون كولومبيه احذر. خذ اثيوبي اتوقع بيتنا. طلب شو اسمه ما ندري. فاتوره ما احكي فاتوره يا اخي. نطلع فاتوره من تحت الارض يا اخي. تحس اللي معها ايس كريم الابيض صح؟ بارد. قلنا ايس كريم. يب بارد مره. اسمه بينيه. طبعا واضح ان الحلا هذا اجنبي. ما ادري عاد يوناني ايطالي ما ادري. اتوقع ايطالي. اسباني شباب من الاخر. شكله اسباني. نبحث ونشوف. الاسبانيين كذا ايه ايه. اقنعتني شوي. كيس دوت كوم. انا كنت بقول بذوق والله خلصنا بالغلط. والله نستوعب ولا خلص. عموما لا تاكلون في السياره كلوا في بيتكم استمتعوا فيه. نصيحه اطلبوه معكم شخص ثاني لان واحده ثقيله مره. مره انا اشوف اني مره كذا شبعت مش كباقي ترميسو. بس والله المكان مكان جميل. حتى اسمه حلو ترى. والله جميل. اسمه اقول اسمه ولا ما تبغى اعلان؟ قل عندي رخصه. تنفس اسمه. حتى عندي رخصه على فكره. تنفس يا شباب تنفس. اسمه تنفس. الحلا مره ممتاز. القهوه لك عليها. ممكن اني ظلمتها على اساس كولومبيه ممكن الاثيوبيه افضل ما ندري. عموما نخش على ايش الان يا برنس؟ والله هذا يبغاله يا لطيف. يلعب يلعب. شيش الطبقات؟ الترميسو من اصعب وجه نظري. الحلا اللي يضبط صعب تلقى احد يضبطه. ضبطت كثير انا والله ايه؟ ضبطت كثير. يب وصعب تلقى احد ضابطه. فخلنا نذوق ونجرب. بسم الله. جميل. تدري ليش جميل؟ صدمني. متوازن. مو بحالي. انا احب انه ما يصير حالي. اي وزنيه حلاه مره بيرفكت. يعني اللي قبل شوي كانت قنبله ترى قبل شوي كان مره حالي صداع. حالي بس خرافي. ايه. اللي قبل شوي يا عيال صداع حلاه بس لذيذ جدا يعني في حاله يكون لذيذ بس انه يصدع بك. هذا ما اشوفه صداع. خفيف هذا كذا تحس انه شيء تشربه شرب. خفيف مره ومو بحالي. ما كان ترميسو. يب. والله ما كان ترميسو. ما ادري شو. خفيف مره خفيف. غريب غريب جدا حلاهم. طبعا فكره البست سيلر على كلامها. تبغى تقول شبعت الحين بننفض امه. لا كل شيء محذوف. كل شيء في المقطع محذوف. فجاه وانا انزل مقطع اقول ها تدفع ولا انزيع ولا مش انزيع؟ تقول لي ترميسو حنكه. والله مره حلو يا اخي. الرطب يعني كان زحمه ونبغى نلحق والدنيا ظلام فقلنا هذا وشو؟ بحث الشخص اللطيف جوجل ماب شاف ان عليه مدح. كان جنبنا حرفيا. واضح نقطة. أهم شيء في الدنيا في وجهة نظر جوجل ماب من ناحية التقييمات. تقييمات جوجل ماب يا أخوان دمار. قسم بالله جوجل ماب ويا أخوان كونوا صادقين في التقييم. لا تحط تقييم نجمة واحدة تقول والله ما فتح. طيب ليش تحط نجمة؟ لا تقارن بالتقييم يا أخوان. يغبنك هذا. لا لا قيمه بصوت بالأمانة والله التقييمات تفرق. قيم على خمس أشياء. يعني هم معطينك خمس نقاط وخمس نجوم. قيم على خمس أشياء. بالضبط. مكان المساحة النظافة النظافة السعر. الأكل السعر الجودة. طيب خلينا نشيك على اسعاره. هو ضيع الفاتوره شاهد قبل الحادث. ليه ما ضيع الفاتوره؟ سلمان مين ذا؟ كيل سلمان. ايش فيك انت؟ ايش عندك من المتاجر؟ امسك شوي انطح فارك فيه. لا والله انا بنطح كنت انا ما عاد اشوف. اعرف كم سعر الكافي. لا تعلم ولا تعلم. طيب لا صدق سعر الكافي قبل التخفيض. قبل التخفيض القهوه بريلين على اساس المنتخب فاز فمسوين عليها تخفيض. طيب سعرها قبل التخفيض انا اتوقع 18 17 18 اجدك. سعر التخفيض اعلى من السعر اللي قلته. مخفضين منها 19 ريال يعني سعرها 21. يا ساتر. هذه تخيلوا هذه شوفوا صغرها يعني شوفوا مقارب كفي 21 ريال. كوب صغير يعني صراحه. بالضبط مره صغير 21 ريال. مره غالي. والله مره غالي. مره غالي 21 مره مره. طيب البيني ترى اكسنت اسبانيول ترانكيلو. والله ترانكيلو هو شوف قطعتين كبار. اتوقع انه 22 11 اوه غلط. على بالي انه صح الحين 18 والله مره رخيص صدق يعني تحسب الوحده ب 9 ريال والله كبيره ترى كبيره ودسمه دسمه دسمه يعني مرة. تخيل كنا وحده وللامانه جاني اكتفاء يوم خلصتها كنا نقدر نوقف المقطع وقتها والله كنا نقدر. يب الترميسو. ترميسو بما انه موست سيلر انا اشوف انه مو بنازل عن 18 انا اقول 19
يا اخي انت شيك 27 ما 27 والله 27 يعني ما كانت كبيره مره يا اخي والله والله غالي صدق غالي غالي يعني مقاس الترميسو ترى مو كبير في وجهه نظري القهوة مرة غالية قهوتين الكولومبية صفر من عشرة صفر؟ صفر من عشرة يا ساتر سيئة ليش؟ أنا رجل عاني من حموضة أنا رجل الحموضة ذابحتني هذه أنواع القهوة أيوة القهوة هذه يعني شوف القهوة ليش وجدت؟ لأجل الكيف هذه حقت كيف؟ هذه حقت حرقان هذه حقت حموضة بالضبط فتقييم القهوة بدون مبالغة صفر مستحيل أشربها لو تعطيني ما شربتها على فكرة يعني تقول هذه هدية بقول لك شكرا لك ما ابغى هدية تقييمك طيب القهوة انت 5.5 انا مش اصلا انت بشخص ما انت قيمتها من بعد الحلا انسى الحلا فرست تيست اللي اول تجربة يوم شربتها اول مرة حموضة حموضتها قوية بزيادة اوكي انا جربت انواع حموضة انواع ذا حموضتها يعني مخربتها هذه اقوى حموضة ذيك يعني انا الحين يعني بعد ما اكلت الحلا اوكي ما اقدر اقيم نفسي ان بدون حلا لاني اكلت حلا وخلص فبعد الحلا اشوف انه 5.5 يعني مع الحلا اللي نجح مع الحلا يعني لو بدون حلا يمكن مستحيل اكملها طيب تقييمك للبينيه بينيه 9 من 10 انا بعطيه 8 والله انا 9 ليش الطبقه اللي فوق هذه المقرمشه كذا وخفيفه في نفس الوقت والطبقتين اللي جوا شوكليت حقهم خرافي انا اقول لك انا ترى اشكالي معهم ايش الشوكليت دلونه فيه كذا قطعت الشوكليت دلونه في الشوكليت واضح انه غالي يب الشوكليت ما عندي مشكله ارفع السعر بس اعطيني شيء يسعدني كشخص معبي لي ام ذا الابيض وهذه قطعه الشوكليت سو يعني ميكس بين مش سيء بس الشوكليت كان جنوني يعني ترى من انصدمت انا يوم اخذت واحده من الشوكليت الشوكليت خيالي الشوكليت شال التقييم رفعه في السماء فانا اعطيه 8 من 10 الترميسو ترميسو تنصدم ما اسمي ترميسو انا فاعطيه 8 انا بصدمك انا بعطيه 6 من 10 واتفق معك مش ترميسو هذا حلا تبغى تاكل شيء حالي كله ما يمثل الترميسو ما في طعم قهوه ترى الترميسو اصلا قهوه وطبقه حليب وطبقه كذا هذا عباره عن حلا خفيف طعمه حلو بس مو بترميسو احنا قيمناه على اساس انه ترميسو هو لا يمثل الترميسو ما يشبه ترميسو ما في نكهه ترميسو فشوف 6 سكوت انا كان مكان كذا ترى مكانه مره حلو يب واجواء حلوه اجواء حلوه اللي كانوا يشتغلون مره فريندلي كذا حبيبين ويستهمون يعني في البدايه لما طلبنا قهوه غلطنا طلبنا قهوه بدل قهوتين ايوه بالضبط وعادي كان الموضوع ساعدونا يعني ما عصب ولا شيء على طول ابشر ابشر يلا خدومين يعني والله الكافي يعني ارجع له انا بس اغير سالفة الكافي اخذ اثيوبي اجرب ولو باجي مره ثانيه باخذ البينيه بس ما راح اخذ الترميسو بس برافو عليك هذا انا اتفق مع تقييمك يعطيكم العافيه الله يعافيكم قناه اودن ابو محمد اودن في الديسكربشن الونابسه اذا انتم موجودين الكومنتات شقوها شق واللايكات يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله سلام